السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس مراجعة مادة اللغة العربية. عزيزي الطالب، أمامك أبيات من نص العلم، تأمل الأبيات واستمع. البيت الأول يقول الشاعر: العلم يبصر القلب مثل البصر الذي ينير العين. البيت الثاني: حامله يحيا به حميدا، من يحمل العلم يسعد في حياته ومماته. البيت الثالث: يعيش في الناس عظيم الفضل، فضل حامل العلم كبير على الناس، فهو يعيش بين الناس مرفوع الرأس، والعلم ينفعه يوم مماته. اقرأ ثم أجب عزيزي الطالب ما معنى كلمة درك، أي بمعنى فهمه. درك بمعنى فهمه. مضاد كلمة يحيى أي يموت. من قائل النص؟ أحسنت عزيزي الطالب، تذكرت، نور الدين السالمي. نور الدين السالمي، أحسنت عزيزي الطالب. ما الجمال بين يحيى ويموت، بينهما تضاد. البيت الخامس أو السؤال الخامس: بما شبه الشاعر العلم في البيت الأول؟ شبهه بأنه وسيلة فهم وإدراك القلب، وكأنه قلب البصر وأصل النظر. كيف يحيى حامل العلم؟ أحسنت عزيزي الطالب، يحيى حامل العلم محمودا ويموت به سعيدا. أحسنت عزيزي الطالب. اشرح البيت الثالث: حامل العلم يعيش بين الناس مرفوع الرأس، وله فضل عظيم ومعروف، ويرزق يوم القيامة الفوز والنجاة. هات جمع كلمة العين تجمع على كلمة عيون وأعين. مضاد كلمة الفوز الخسارة. ما مكانة حامل العلم من خلال فهمك للنص؟ يعيش بين الناس مرفوع الرأس ويسعد عند الممات. ننتقل يا عزيزي الطالب، تأمل الأبيات التي أمامك، وأنهم للأنبياء ورثة، وهم كالأنبياء ورثوا العلم، فهم خير من يرث العلم وأولى به، وهم بين العلماء كالنجوم في هداية الناس، فهم خير من يرث العلم وخير من يهدي الناس. ما معنى كلمة الأعمام؟ العم هو أخو الأب، إخوة الأب. وما مضاد كلمة الليل؟ النهار. وما مفرد كلمة الأنبياء؟ نبي. ما الجمال في للناس كالنجوم؟ للناس كالنجوم، عزيزي الطالب، شبه حامل العلم بأنه كالنجم. شبه أو صور الشاعر العلماء بالنجوم، أنهم كالنجوم، وأسلوب مؤكد بإن، يبقى صور الشاعر العلماء بالنجوم. كيف يحصل العلم؟ في البيت الأخير، لكنه يحصل بالتكرار. يحصل العلم بكثرة التكرار، والدرس في الليل وفي النهار. تظل تتابع عملية التعليم عزيزي الطالب، ولا تقف عند حد معين، بل دائما تطلب الإيه؟ العلم. هل يورث العلم عزيزي الطالب؟ العلم لا يورث. ما معنى كلمة لجي؟ أحسنت عزيزي الطالب، اللجي هو الفضة، فضة. أحسنت عزيزي الطالب. جمع كلمة خليل أخلاء. أحسنت عزيزي الطالب. كيف يحصل العلم؟ كيف يحصل العلم؟ في البيت الأول يقول: لكنه يحصل بالتكرار. يبقى يحصل العلم بكثرة التكرار، بكثرة التكرار. العلم يؤخذ بالتكرار والدراسة ليلا ونهار. أحسنت عزيزي الطالب. ما العلاقة بين الليل والنهار؟ بينهما تضاد. العلاقة بينهما تضاد، والتضاد يبرز المعنى ويوضح. ما أثر العلم على العلماء والمتعلمين؟ ما أثر العلم على العلماء
والمتعلمين. أحسنت عزيزي يا طالب، أنت أدركت الحقيقة. العلم أفضل من كنوز الدنيا، وهو فضل وأدب لمن يتعلمه، وهو رفيق الإنسان إذا فقد رفقائه، هو رفيق لك إذا فقدت جميع الرفقاء والأصحاب والأحب. كيف يكون العلماء ورثة الأنبياء؟ كيف يكون العلماء ورثة الأنبياء؟ الأنبياء لا يورثون، لم يتركوا شيئا لنا الأنبياء غير العلم. أحسنت عزيزي يا طالب، العلماء الأنبياء لم يتركوا دينارا ولا درهما لنا، بل تركوا لنا العلم، إنما يرثوا العلم عن الإيه؟ عنهم. العلماء يرثوا العلم عن الأنبياء، فهم ورثته يحملون راية العلم والهداية بعد موته. في النهاية عزيزي الطالب، ما نعمل من أجلك أنت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.